هذا المشروع هو في ادراج لجهه خدمات وقراءه اولى، يعني تجاوز القراءه الاولى وصدر القراءه الثانيه. نعم. بعد ما تم استضافه التخطيط العمراني والمخطط التخطيط العمراني والتخطيط الحضري حتى ايجاد حلول يعني لهذه المناطق اللي اليوم وصلت نسبه بغداد قد تشكل ثلث من مساحه العراق. نعم. نسبه العشوائيات. نعم. حيث بلغ عدد العشوائيات 1200 مجمع. هذه المناطق اليوم يعني هناك مجموعة من المقترحات، مقترحات أن تقدم لها خدمات بواقع 25 سنة وتستقطع أموال من الموظفين الذين يسكنون في هذه الأراضي أو على شكل أقساط يعني مدعومة من الدولة. وهناك رأي يذهب باتجاه يعني إدماجها بالمخطط التصميمي لمدينة بغداد. وهناك اعتراض من أمانة بغداد بهذا الاتجاه باعتبار أن المناطق اللي تم يعني التمدد عليها هي شوارع غير نظامية، لا توجد بنى تحتية، لا توجد خدمات فيها. فمشينا باتجاه أن تكون الملاحظات كلها تؤخذ بنظر الاعتبار، وقدمنا هذه الملاحظات. أمانة بغداد أريد رأيها، التخطيط العمراني أريد رأيها، التصميم الأساس، كل هذا أبدوا ملاحظاتهم. وإحنا اليوم مهيئين للقراءة الثانية لهذا المشروع الذي هو يقدر ب 4000 مجمع عشوائي على مستوى العراق و1200 على مستوى بغداد.